الآن قال موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبينا قال صلى الله عليه وسلم، لماذا فرق بينهم؟ هذا شائع في كلام أهل العلم، صح ولا لا؟ صحيح. فما يجي واحد يقول هناك انحياز وأحادية ما يذكرون الأنبياء الآخرين بالصلاة والسلام، لا، لازم تفهم لماذا أهل العلم يفعلون ذلك. لماذا؟ إيش؟ طيب والآخرين؟ هذا جيد. طيب والآخرين؟ جزاك الله. يعني أنت أجبت ببعضه. هاي ميكائيل. من وين ميزنا هذا؟ والجواب هو ما وقع في القرآن. فإن الله لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فوقع أمرنا بذلك. وأما بقية الأنبياء فوقع عنهم الخبر عموما وخصوصا بالسلام، ومنه قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، وكذا ذكره في مواضع من القرآن سلاما على أفراد منهم.